السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر هيثم التركي مدرس العلوم. مرحبا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي في قناة الإسكولة. احنا النهارده هنكمل او هنبدأ الدرس الثاني في الوحدة الثانية. احنا الدرس اللي فات كان بيتكلم عن القوى الأساسية في الطبيعة، وقسمنا الجزء الدرس اللي فات كان فيه عندنا ثلاث أنواع من القوى، في قوى الجاذبية وفي قوى كهرومغناطيسية وفي القوى النووية اللي احنا قسمناها القوى النووية قوية وقوى نووية ضعيفة. النهارده بقى هنبدأ الدرس الثاني اللي هو بيكلمنا عن القوى المصاحبة للحركة. أنا عندي نوعين من القوى، في قوى بتنشأ عن الحركة وفي قوة بتسبب الحركة. القوى اللي بتنشأ عن الحركة هم حاجتين، حاجة اسمها القصور الذاتي وحاجة اسمها الاحتكاك. طبعا القصور الذاتي ده كده باختصار شديد، عارفين لما بتكونوا راكبين عربية وماشيين بيها، والعربية مثلا تكون ماشية بسرعة والعربية بتفرمل فجأة، بنلاقي نفسنا ان احنا اندفعنا للأمام. اندفعنا للأمام ده بسبب حاجة اسمها القصور الذاتي، ودي هنتكلم عليها ان شاء الله النهاردة بإذن الله. والقوة الثانية اللي هي قوة الاحتكاك، ودي اللي بتنشأ نتيجة التلامس اللي بيحصل ما بين الأجسام المتحركة والوسط المحيط بيها. يعني مثلا جسم بيتحرك في الهواء فهو ملامس للهواء، جسم بيتحرك في الميه فهو ملامس للميه، في احتكاك بيحصل ما بينهم وبين بعض. دي اسمها قوه تنشا عن الحركه. وفي بقى قوه بتسبب الحركه زي القوه داخل الانظمه الحيه، الانظمه الحيه اللي هي المقصود بها الكائنات الحيه. في قوه موجوده جوانا والقوه دي هي اللي بتحافظ على حياتنا انها تستمر، زي مثلا مثال بسيط انقباض وانبساط عضله القلب عشان تحرك الدم لجميع اجهزه الايه؟ الجسم. تعالوا بقى نشوف الكلام ده كده بالتفصيل في الشرح بتاعنا اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله. القوة المصاحبة للحركة ده الدرس الثاني. في عندنا نوعين من القوة المصاحبة للحركة، في قوة تنشأ عن الحركة والقوة اللي بتنشأ الحركة دي نوعين، في قوة اسمها قوة القصور الذاتي، قوة القصور الذاتي، وقوة الاحتكاك دي اسمها قوة تنشأ عن الحركة، وفي قوة تسبب الحركة يعني بتعمل هي الحركة، ودي هناخد مثال عليها اللي هي القوة داخل الأنظمة الحية. يبقى الدرس اسمه القوة المصاحبة للحركة، يعني قوة معها حركة. فاحنا بنقسمها لحاجتين، قوة تنشأ عن الحركة يعني بتحصل حركة، وفي الحالة دي بيحصل في قوة بتنشأ نتيجة الحركة دي زي قوة القصور الذاتي وقوة الاحتكاك، وفي قوة تسبب الحركة، ودي هناخد مثال عليها اللي هي القوة داخل الأنظمة الايه الحية. تعالوا بقى نتكلم كده مع بعض. أولا قوة القصور الذاتي، يعني ايه بقى قصور ذاتي؟ قال لي قصور الذاتي ده هو خاصية مقاومة الجسم المادي لتغيير حالته. الجسم بيقاوم تغيير الحالة بتاعته من السكون إلى الحركة. طبعا بيقاوم يعني مش عايز يغير من حالته، يعني لو هو في حالة سكون عايز يفضل في حالة سكون، لو هو في حالة حركة عايز يفضل في حالة حركة. بيقاوم تغيير حالته من السكون إلى الحركة بسرعة منتظمة في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة تغير من إيه؟ من حالته. طب ناخد مثال كده عشان نفهم. لما بتكون حضرتك راكب عربية، أنت وأنت قاعد جوه العربية بتبقى مثلا عربية ثابتة في مكانها، فأنت برضو في حالة سكون. لما العربية بتمشي انت برضو، على فكرة عشان في ناس كتير تقول لي النقطة دي بس بتغيب عنهم شوية، العربية لما بتكون بتتحرك وهي ماشية انت كمان بتتحرك جوه العربية، بس انت بتتحرك وانت وقاعد، والدليل على كده ان انت ركبت العربية من موقف مثلا والعربية مشيت، هل انت فضلت في الموقف ولا انت رحت مكان اخر؟ لا انا رحت مكان اخر، يبقى انت كمان اتحرك، بس انت بتتحرك بنفس سرعة العربية، فعشان كده بتحس ان انت ثابت ما بتتحركش. طب العربية بتتحرك 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 وانت تعتبر جوه العربية بيحصل لك ايه؟ بتتحرك، راحت العربية فرمل، الصاج فرمل فجأة. فلما الصاج بيفرمل فجأة بيحصل ايه؟ قال لي برافو كده، اندفاع ركاب السيارة للامام، بتلاقينا ان احنا طلعنا للامام. معنى كده ان احنا طلعنا للامام يعني ايه؟ ركز بقى معايا كده، احنا اتفقنا ان احنا جوه العربية كنا في حالة ايه؟ حركة، تمام. العربية وقفت مرة واحدة، هل احنا وقفنا برضو مرة واحدة ولا كملنا في الحركة بتاعتنا؟ برافو عليك، احنا كملنا في الحركة بتاعتنا. طب احنا كملنا في الحركة ليه؟ لان احنا مش قادرين نغير حالتنا فجأة من حالة الحركة اللي احنا كنا فيها لحالة السكون. فهو ده كده اسمه قصور، معنى ان انت مش قادر على حاجة معينة يبقى انت عندك قصور. زي مثلا كده في مثلا درس صعب عليك شوية مش قادر تذكره، يبقى انت عندك قصور في الدرس ده او في الجزء ده. يبقى
الركاب بيندفعوا للامام لما العربيه بتتوقف فجاه، او العكس لو العربيه واقفه وراحت العربيه اتحركت مره واحده للامام تلاقينا كلنا بنرجع للخلف. يعني برضو بنحاول نقاوم التغيير اللي حصل. ايه كمان؟ اندفاع لاعب كره القدم للامام عند تعرض قدمه للعرقله. تخيل كده لعيب الكره بيجري عمال يجري يجري، جه واحد راح معرقله. فطبعا يعني ايه عرقله؟ بيخلي هو دلوقتي لما هو شمكلك يعني بالبلدي كده يعني وقف رجلك. طب بقيت جسمك وقف زي ما رجلك وقفت؟ لا، فبقيت جسمك بيندفع للامام. طب ليه بقيت جسم اندفع للامام؟ قال لي عشان هو بيقاوم التغيير، تغيير اللي هو زي ما اتفقنا ايه؟ ان رجلي كانت بتتحرك فوقفت، بقيت جسمي بقيت الجسم بتاعي كمل في الحركه بتاعته لانه بيقاوم التغيير، فبنلاقي نفسنا ان احنا وقعنا على طول. نشاط تاني مثلا، قال لي هات بعض المكعبات البلاستيكيه الصغيره، هات كده شويه مكعبات او صينيه كده مثلا فيها كوبايات وشيلهم كده في ايديك وامشي بسرعه وبعد كده اقف مره واحده. يعني انت ماسك كده المكعبات اهو زي ما الولد دوت كده ماسك المكعبات في ايديه، او هات صينيه كده حط فيها كوبايات مثلا وامشي بسرعه ومره واحده اقف. هتلاقي اللي بيحصل، هتلاقي ان المكعبات دي او الكوبايه اللي انت موجوده في الصينيه تلاقيها وقعت على الارض. طب ليه؟ قال لي لان المكعبات دي او الكوبايه كانت بتتحرك زي ما انت بتتحرك بالظبط، فلما انت وقفت هي ما وقفتش لان هي قاومت التغيير اللي حصل، فحصلت ايه؟ انها اندفعت للامام وسقطت على ايه؟ على الارض. الاستنتاج، قوى القصور الذاتي تؤثر على الاجسام المتحركه والاجسام الساكنه. يبقى انت كده الجسم كان بيتحرك او كان واقف وفجأة بتتغير الحالة بتاعته، فالجسم ما بيقدرش يغير الحالة بتاعته دي سواء من السكون للحركة او من الحركة للسكون، علشان كده بيبدأ عنده الجسم دوت قصور ذاتي. نشاط تاني برضو بيوضح لي الموضوع دوت، قال لي هات كوباية كده زي ما انتم شايفين دي كوباية اهي، تمام، حط كده ورقة فوق على الكوباية، حط عليها عملة معدنية. طيب ايه اللي هيحصل؟ طبعا العمله المعدنيه دي في حاله سكون والورقه دي برضو في حاله سكون. قال لي ادفع الورقه ادفع الورقه دي كده بايديك. فلما انت دفعت الورقه بايديك القطعة المعدنيه ما اتحركتش، دي وقعت. طب ليه ما اتحركتش مع الورقه؟ قال لي لان القطعة المعدنيه لما كانت موجوده هنا فضلت محتفظه بالحاله بتاعتها، قاومت التغيير اللي حصل. التغيير طبعا اللي حصل ان احنا غيرنا حاله الورقه من حاله السكون لحاله الحركه. العمله المعدنيه ما عملتش كده بقى، راحت وقع على طول في الايه؟ في قلب الكوبايه. تمام؟ يبقى العمله المعدنيه سقطت لان كل جسم مادي قاصر على تغيير حالته من السكون او الحركه، يعني مش قادر ان هو يغير الحاله بتاعته فجاه. علل لما ياتي، طبعا الدرس ده فيه كميه علل، الاجابات بتاعتهم حاجه واحده. مثلا يقول لك اندفاع لاعب كره القدم للامام عند تعرضه للعرقله اثناء الجري، او ممكن يقول لك اندفاع الفارس للامام عند اصطدام الجواد بالحاجز، اللي هو عارفين الفرس كده الحصان، لو انت مثلا راكب حصان او الفارس راكب حصان وبيجري وبينط الحواجز، لو جه الحصان ما نطش قدام الحاجز وقف الحصان، ايه اللي بيحصل للفارس اللي راكب عليه؟ بتلاقي الفارس مكمل بيقع، هو بينط بيندفع للامام عشان هو بيقاوم التغيير اللي حصل. اندفاع الركاب للخلف عند حركه السياره مفاجئه للامام، سقوط عمله معدنيه موضوعه على قطعه ورق مقوى في الكوب عند سحب الورقه بسرعه، كل دي اسئله. استمرار دوران الشنيور للحظات بعد قطع التيار عنه، انتوا عارفين ان الشنيور اول ما نوصل كده الكهرباء بيدور، طب لما انا بوقفه لما بفصل الكهرباء هو برضه بيفضل يدور، كل ده. وبرضه المروحه برضه اول ما انت بتفصلها ما بتقفش في ساعتها على طول، بتفضل مستمر في حاله الحركه. كل ده اي سؤال يجي لك من السؤال ده بسبب الكسور الايه؟ الذاتي. طبعا عشان نحمي نفسنا من الكسور الذاتي ديت في العربيات بالذات والسيارات وكده والطائرات، بنرتدي حزام امان. طبعا حزام الامان ده تخيلوا كده مثلا لو العربيه فرملت فجاه وانا لابس حزام الامان، انا كده مش هندفع للامام. وهي دي بقى الحته اللي كنا بنقول عليها ما لم تؤثر عليه قوه تغير من حالته. يعني لو رجعت للتعريف بتاع الكسور الذاتي تلاقي يقول لك ايه في الاخر كده؟ ما لم تؤثر عليه قوه تغير من حالته. فانا دلوقتي لو انا لابس حزام الامان والعربيه وقفت فجاه، حزام الامان ده عشان هو عنده قوه بيمسكني، فبالتالي اتغيرت بقى الحاله بتاعتي، بدل ما انا كنت في حاله حركه اصبحت في حاله ايه؟ سكون. يبقى ضروره ارتداء احزمه الامان داخل السياره والطائره للحمايه من اخطار الكسور الايه؟ الذاتي. طيب يبقى دي كده اول حاجه عندنا اللي هو الكسور الذاتي. كل اللي يهمني في الكسور الذاتي الامثله بتاعته، اندفاع الركاب للامام، اندفاع الركاب للخلف، اندفاع الفارس، استمرار دوران الشنيور، استمرار دوران
الأذرع المروحة، حركة العرقلة، اندفاع لاعب الكرة عند عرقلته، كل الأسئلة دي الإجابة بتاعتها حاجة واحدة بس بسبب قوة القصور الذاتي. الحاجة الثانية اللي هو حزام الأمان، وده عشان نحمي نفسنا من أخطار القصور الذاتي. نيجي بقى نتكلم دلوقتي على قوة الاحتكاك. طيب الاحتكاك ده بيحصل بسبب ايه؟ طبعا الاحتكاك ده بيحصل بسبب حدوث تلامس ما بين جسمين. فعشان كده بيقول لي القوه الاحتكاك هي القوه المقاومه للحركه، والتي تنشا بين سطح الجسم المتحرك وسطح الوسط الملامس له. يعني مثلا دلوقتي كده لو انت حطيت ايدك كده على الترابيزه وبتزق ايدك كده، بتحرك ايدك كده على الترابيزه، فكده دلوقتي ايدك دي الجسم المتحرك، الوسط الملامس ليه اللي هي الترابيزه، فكده حصل احتكاك ما بينك وبين الترابيزه. لو مثلا حطيت ايدك في ميه بتعوم مثلا، في احتكاك ما بينك وما بين الميه. في الهواء وانت وبتمشي مثلا بيحصل احتكاك ما بينك وما بين الايه الهواء. يبقى دي قوه الاحتكاك، ودي قوه مقاومه للحركه. يعني ايه مقاومه للحركه؟ طبعا مقاومه للحركه يعني ضد الحركه، يعني ان هي بتحاول تقلل الحركه. والدليل على كده طبعا احنا عارفين مثلا لو مثلا كوره انت حذفتها على الارض، بتفضل الكره ماشيه 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 وبعد شويه بتقف. طب هي وقفت ليه الكره؟ برافو عليكم، بسبب احتكاكها بالارض. فالاحتكاك دوت خلى التلامس اللي حصل دوت نتج عنه احتكاك، فالاحتكاك دوت قاوم الحركه. ملاحظات، اهي بتعمل قوه الاحتكاك في اتجاه مضاد لاتجاه الحركه، يعني لو الحركه ماشيه في الاتجاه ده تلاقي قوه الاحتكاك في العكس بتاعه. طب عرفت منين انها في عكس الاتجاه؟ عشان هي بتوقفني. ما هي لو هي ماشيه معايا في نفس الاتجاه انا هستمر في الحركه. زي انت كده لما تكون في واحد ماشي وانت عايزه يستمر في الحركه، بتيجي من ظهره كده وتزقه، فتلاقيه عمال يمشي للامام. انما لو هو ماشي كده وانت جيت عكسه فهو بيقف. فالاحتكاك بيخلي الحاجه تقف، يبقى معنى كده الاحتكاك ده بيكون مضاد لاتجاه الحركه، يعني عكس اتجاه الحركه. العلاقه بين قوه الاحتكاك وسرعه الجسم علاقه عكسيه، يعني كل ما سرعه الجسم بتزيد الاحتكاك بيقل، والعكس صحيح. طبعا الدراجه ديت الفرامل بتاعتها، اول حاجه بيبقى في احتكاك ما بين الاطار بتاع الدراجه والارض. لو انت مثلا بتبدل بالدراجه وفجاه رفعت رجلك كده من على البدال، بتلاقي بعد فتره كده بسيطه بتلاقي الدراجه دي على طول ايه وقفت بسبب الاحتكاك اللي ما بينها وما بين الايه الارض. الاحتكاك فوائده ايه؟ ايه الفوائد بتاعت الاحتكاك؟ قال لي تمنع انزلاق الاقدام عند السير، وانت وماشي كده الحذاء بتاعك اللي انت بتكون لابسه بيبقى فيه نقوش كده من تحت، فالنقوش اللي موجوده دي بتزود الاحتكاك بينك وبين الارض، فبالتالي بتخليك ما تتزحلقش وانت وماشي. عكس بقى لو لبست مثلا شوز يكون الحذاء بيكون النعل بتاعه ناعم، ومشيك مثلا على سيراميك مثلا او رخام، تلاقي نفسك ان انت بتتزحلق عشان هنا الاحتكاك قل. يبقى اول فايده من فوائد الاحتكاك تمنع انزلاق الاقدام عند الايه السير. كمان انها بتساعد في حركه السيارات وايقافها، يعني العربيه مثلا عشان تتحرك ده موتور شغال من جوه، الموتور ده اجزائه بتحتك ببعضها فبتخلي العربيه تتحرك، وبتساعدها كمان على الحركه على الارض بحيث ان هي في توازن بتعمله. بسبب ايه التوازن ده؟ بسبب طبعا احتكاك اطارات السياره مع الارض. ولما بتيجي توقفها العربية بتلاقي نفسك ان انت بتدوس على الفرامل، والفرامل دي تعتبر تطبيق من تطبيقات الايه الاحتكاك، لان بيحصل احتكاك عند الفرامل، فبالتالي على طول الاطارات بتتوقف، فالسيارة هي كمان ايه تتوقف زي الفرامل برضو اللي موجودة في الدرجة. اضراره بقى الاحتكاك، هل الاحتكاك ليه اضرار؟ طبعا. قال لي يسبب الاحتكاك فقد جزء من الطاقة الميكانيكية، الحاجة بتتحرك يعني في طاقة ميكانيكية، ويحولها الى طاقة ايه حرارية. عشان كده دايما الحاجات اللي بتتحرك الموتور والحاجات دي كلها تلاقيها بعد شوية بقى فيها سخونة فيها حرارة، بسبب ان في جزء من الطاقة الميكانيكية اتحول الى صورة ايه طاقة حرارية. ده بسبب طبعا الاحتكاك زي احتكاك اليدين كده. الحرارة المتولدة عن الاحتكاك تسبب سخونة اجزاء من الآلة وتمددها، بتتمدد مما يؤثر على عملها، ممكن انها تتلف طبعا، وتسبب تآكل اجزاء من الآلات وتتلفها. يبقى اضرار الاحتكاك ان الاحتكاك ده بيؤدي الى ان في فقد جزء من الطاقة الميكانيكية وبيحولها الى طاقة حرارية. والحرارة المتولدة عن الاحتكاك بتسبب سخونة اجزاء من الآلة وتمددها مما يؤثر على عملها، وبالتالي بتسبب تآكل اجزاء من الايه من الآلات وتتلفها. طيب طرق الحد من قوة الاحتكاك، ازاي بقى اقلل من الاحتكاك؟ قال لي تشحيم وتزييت الالات الميكانيكيه لحمايه الاله من التاكل، بنحط كده بعض زي العربيات بنحط في الموتور بتاعها زيت عشان نقلل الاحتكاك، فبالتالي بنقلل درجه الحراره. استخدام كرات البلي اللي هو رمان البلي ده برده بيقلل الاحتكاك.
بتاكل تروس بعض الالات بعد فتره من تشغيلها، طبعا ده بسبب احتكاكها المستمر ببعضها. معالجه اطارات السيارات بمواد توكسيده خشونه عاليه، طبعا لازم السياره يكون الكاوتش بتاعها او الاطار بتاعها خشن عشان تزود الاحتكاك مع الارض، عشان لما اجي افرمل مثلا وحاجه ما تحصلش اي مشكله، او انا بلف العربيه في الملفات وكده ما يحصلش اي مشكله، لان ممكن العربيه لا قدر الله تتقلب مني لو كان الكاوتش ناعم، او مثلا في ميه على الارض او زيت على الارض، يبقى هو لزياده قوه احتكاك بينها وبين الطريق، وبالتالي تسهل عمليتي الحركه والايه والتوقف. النوع الثالث عندنا من القوه اللي هي القوه داخل الانظمه الحيه. القوه داخل الانظمه الحيه طبعا الانظمه الحيه المقصود بها الكائنات الحيه، احنا جوانا قوه. القوه دي بتحافظ على بقاء حياه الكائنات الحيه، يعني من غير القوه دي احنا ممكن نموت. طب تعال نشوف امثله. انقباض وانبساط عضله القلب دي لا اراديه، حيث يدفع القلب الدم في جميع اجزاء الجسم. يبقى كده تخيلوا كده معايا ان القلب ده بيعمل انقباض وانبساط، بيحصل له عمليه انقباض وانبساط. الانقباض والانبساط ده بتاع القلب يعني بيقعد يدق كده اللي احنا بنقول عليه بيقعد يدق، بيضخ الدم الى جميع اجزاء الجسم. طب تخيلوا لو الحركه دي ما تمتش، لو الحركه دي ما تمتش معنى كده الدم مش هينتقل لجميع اجزاء الجسم، يبقى معنى كده حضرتك ممكن تسبب لك مشاكل صحيه فممكن تؤدي الى الوفاه. فعشان كده بنقول ان القوه دي بتعمل على بقاء حياه الكائنات الايه الحيه. صعود الماء والاملاح من التربه الى اعلى في النباتات ضد قوى الجاذبيه الارضيه. احنا عارفين ان دلوقتي مثلا عندي شجره عاليه جدا، الميه بتيجي من التربه من تحت خالص وتفضل ماشيه ماشيه لغايه الاوراق فوق هنا، عشان الاوراق دي هي اللي بتقوم بعمليه البناء الضوئي. طب ازاي الميه دي بتتحرك ضد قوه الجاذبيه؟ المفروض الجاذبيه تخليها تنزل لتحت، ازاي بتتحرك؟ فقال لي يبقى معنى كده في قوه جوه النبات ان هو اسمها قوه حيويه بتخلي الميه دي تندفع الى اعلى، اكن في موتور كده جوه عشان يرفع للميه دي لفوق. فدي بتحافظ على حياه النبات. تخيل لو القوه دي مش موجوده فبالتالي كان زمان النبات ده مات. انتقال السوائل ونفذها عبر المسام وجدر الخلايا من الوسط الاقل تركيز الى الوسط الاعلى تركيز. طبعا ادي مثلا خليه جنبها خليه ثانيه، هنا الجدر بتاعه الخلايا دي بتكون فيها مسام فيها فتحات، فبالتالي هنا بيكون عندي وسط اقل تركيز يعني تركيزه بيكون قليل، تركيزه قليل يعني الميه فيه كتيره الماء كثير، وهنا مثلا تركيز بيكون اعلى، هنا ده اعلى تركيز. يعني ايه اعلى تركيز؟ يعني الماء بيكون قليل. فطبعا الميه دلوقتي بقى تروح فين؟ من الوسط الاقل تركيز تروح للوسط الاعلى تركيز. يعني لو عندي خليتين، الخليتين دول واحده اقل وسط اقل تركيز واحده وسط اعلى تركيز، فالميه تنتقل من الوسط الاقل تركيز تروح للوسط الاعلى تركيز عبر المسام اللي هي المسام اللي هي زي ما اتفقنا اللي هي الفتحات بتاعه الخلايا. انبساط وانقباض العضلات لتحريك اجزاء الجسم وهي عضلات اراديه، عشان تحرك ايدك كده مثلا ترفعها عشان تشيل اي حاجه، بيحصل انقباض وانبساط للعضلات. الانقباض والانبساط بتاع العضلات ده هو اللي بيخليك تتحرك. لو العضله ما انقبضتش ولا حصل لها لا انقباض ولا انبساط تلاقي نفسك ما بتتحركش، اللي هو زي ما لعيب الكوره كده بيقول لك ده جاله شد عضل. شد عضل يعني العضله وقفت ما حصل لهاش انقباض وانبساط، فلما العضله وقفت ما قدرش ان هو ايه يتحرك. ملحوظة الكائنات وحيدة الخلية من الأنظمة الحية البسيطة. طبعا احنا في حاجة عندنا اسمها كائنات وحيدة الخلية، يعني الكائن ده عبارة عن خلية واحدة، فدي بيقولوا عليها أنظمة حية بسيطة، بينما الكائنات عديدة الخلايا من الأنظمة الحية المعقدة. وزي ما اتفقنا تنتقل السوائل عبر مسام جدر الخلايا من الوسط زي ما اتفقنا الاقل تركيز الى الوسط الايه الاعلى تركيز. يبقى دي كده اسمها القوه داخل الانظمه الحيه، اللي هي القوه التي تحافظ على بقاء حياه الكائنات الايه الحيه. القوه دي بتكون موجوده جوانا بتحافظ على حياتنا علشان خاطر ما يحصلناش اي ايه اي اضرار. اتمنى النهارده الحلقه تكون عجبتكم، اتفرجوا على الفيديو، لو في اي حاجه واقفه قصادكم اكتبوا لي في كومنت تحت الفيديو وانا هدخل بنفسي اجاوب عليه. تحت الفيديو بيكون في رابط، الرابط ده بيدخلكم على موقع الاسكولا. في موقع الاسكولا بتدخل على قوائم التشغيل او قائمه التشغيل، بتدخل على علوم اولى اعدادي ترم تاني مستر هيثم التركي، بتلاقي جميع الفيديوهات السابقه بتاعتنا. تحت كل فيديو بتلاقوا في مجموعه من الروابط، في رابط على الشيت وفي رابط الاجابات بتاعت الشيت وفي رابط الاختبار التفاعلي. جاوبوا الحاجات دي كلها وتابعونا مع بعض على قناة الاسكولا، تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.